التمريرة تصل الآن لكاربينكو، تلعب عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء، وهدف لمصلحة فريق نادي بونيج كور. التقدم الآن في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب رقم 14 الصربي ميلوس تيروفونوفيتش ابن 26 عاما، المهاجم الذي يعلن التقدم لمصلحة المعتمرين، لمصلحة الفريق الذي يتقدم مع الدقائق الأولى للمباراة. قرأناها بشكل صحيح، تحدثنا عن أمور، تحدثنا عن أشياء ستحدث وها هي تحدث. الآن الأوزبكي يتقدم بهدف مقابل لا شيء، مقابل لا شيء، على يعني رقابة في غاية السوء، تمركز في غاية السوء، متابعة في غاية السوء، وردت فعل لم تكن حاضرة، والأوزبك